مصطفى وقنوني فنان تشكيلي وخدام تما هذه دايره قصره اقترحت نجي نقعد هنايا ندوز وقتي ستان دون كما نقولوا هنايا موهبه الهيه بديت صغيره لاج دو 10 ولا 19 بان فيا بان هذه الموهبه مع الوقت طورت روحي شويه تعليم شويه مشيت شويه من حتى سمحت لحقت هذا النيفو هذا كي يجي هنا واحد يغني يغاش يدور عليه يصفقوا له يمدوا الفنان كتول يشبه برضه الطريقه هذا الاقبال من طرف الجمهور الجزائري ماشي حاجه كبيره خاصه الفنان هذا كان الرسم حاجه اخرى كاين نشتهي الغناء كاين ولكن هذا ما كاش الهدف تاعي يكون طلع شويه في الفن تاعي حاجات اخرى لجدتك دفت بربي حنايا ماذا بينا نطلعوا كيما لي بورتري للناس يحبوا يرسموا روحهم ولي انا عندي لا ناتور الطبيعه وهادو ما مي هادو ما عندهم ناس مختصين نسم بزاف الناس تاع اصحاب الفن اصحاب السينما هاد ممثلين المعروفين انا كي بديت بالممثلين الامريكان وخاصة وستر كيما شابونسون كينستيود شابونسون هادوما اللي انايا نشوفهم بزاف كرينت شابونسون لازم الدعم كان اخويا بالك دعم بالهضره هكذايا كاين بالملسوس ما كاش شوف انا ماشي فنان تاع نبين روحي ولا انا ماشي تاع الشهره ما نحبش روحي بزاف المسؤولين لازم يعاونوا يعني يعاونوا قلب بزاف خاطرش كاين بزاف فنانين مضايعين الشعب الجزائري يقيم الفنان هذا ما